بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو بدي أبين كيف ممكن نتعامل مع إرجاع شيك من صندوق الشيكات إلى مصدره. يعني إحنا أخذنا شيك من أحد الأشخاص لسبب أو لآخر، رجعنا هذا الشيك لهذا الشخص اللي هو مصدر الشيك. خلينا نأخذ المثال التالي البسيط. نفرض إحنا أخذنا شيك رقم 18 قيمته 1800 من أحد الزبائن، وبعد ذلك إحنا قررنا إنه نرجع ورجعنا هذا الشيك لمصدره، ممكن يكون بسبب خلل في التوقيع. طيب، في البداية بدنا نقبض هذا الشيك، فباجي على المحاسبة سند قبض جديد، بختار أي زبون مثلا وزارة التربية والتعليم، بدي أقبض شيك وارد، بدي أحطه صندوق شيكات رئيسي مسحوب على البنك العربي مثلا، شيكل رقم الشيك 18 والمبلغ 1800، وهنا المبلغ بحطه 1800. طبعا الآن بتوازن طرفي القيد. طيب، بضغط على حفظ وطباعة، موافق. الآن هي ملف البي دي اف، خلاص الملف اطرح. الآن بعمل إغلاق. طيب، الآن هذا الشيك بكون حاله طبعا غير مودع، يعني غير مودع في البنك وهو موجود في صندوق الشيكات. طبعا في طبعا أنا بقدر هنا أغلق سند القبض. الآن بدي أشوف حالته، بروح على بنوك قائمة الشيكات وبدور على شيك رقم 18، بروح على الصفحة الثانية، هاي 18 طبعا حالته غير مودع مثل ما حكينا. الآن بدنا ننفذ من خلال قائمة الشيكات، بدنا نعمل على إرجاع الشيك إلى مصدره. فشو نعمل؟ بنيجي إحنا بنحدد هذا الشيك بيكون باللون الأزرق، أيوه، وبنختار ارجاع شيك. طبعا في هذه الحالة راح يخرج الشيك من صندوق الشيكات ويرجع مين؟ على الذمم المديني. بضغط هنا لان بيجيني سند قيد. بنلاحظ الطرف الدائن هو صندوق شيكات، يعني اعطى او نقص اعطى الشيك، والطرف المدين هو الطرف الاخذ وهو الذمم المديني وهو وزارة التربية والتعليم وهو مصدر الشيك او مصدر الشيك. طبعا بضغط على حفظ وطباعة، بقول موافق. الآن جان هنا ملف البي دي اف، خلاص تمام، تم الترحيل، بعمل إغلاق. الآن الشيك اللي هو رقمه 18 شو بصير حالته؟ مرتجع، هاي يعني بكل هذه البساطة. أرجو أن يكون الموضوع مفهوم للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.